طيب لو انترميديت ميتلز ايش هو لو انترميديت ميتلز؟ اذا عندي هاي عندي هون ثيرموكابل وهي السيليك هذا هون مديته اخذت الماده خلينا افرض انها كروم الاليومين وهذه كي تايب جنكشن وفي عليها درجه حراره ثيتا هوت مدينا منها سيليك من هون والسيليك هذا مثلا نفترض انه كوبر وبعدين وصلنا هون وهذه هون اليومين وهاي كرومين وبعدين عندي هاي الفولتميتر وهذا مثلا كمان كوبر مثلا او خليه اي شيء حديد مثلا وهي عندي فولتميتر عندي هاي درجه حراره كولد ثيتا سي وهاي درجه حراره كولد ثيتا سي يعني درجه حراره الغرفه فانا هدفي اني اقيس درجه الحراره اللي موجوده هون في العمليه الصناعيه هاي مثلا حطيت انا ثيرموكابل والثيرموكابل على فكره راح نشوف الثيرموكابل لما نطلع عليه المره الجاي بحطهم في شيلد او شيف ايش يعني شيف مين بعرف كلمه شيف ايش معناها باللغه شيف الشيف هو الغمد ها عارفين الغمد غمد ايش الغمد السيف فالثيرموكابل هو عباره عن سلك ضعيف وفي باطرافه سلكين محطوطين على بعض مش مناسب احيانا احطه في اي انفايرمنت شو بجيب له بجيب له شيث شيث قطعة معدنية طويلة بتكون بقدر أنزل فيها الثيرموكابل لحد ما يضرب في طرف ال يعني بنزل السيليك هذا بيكون تويستد بير مثلا عامله أنا تويستينج لحد ما بوصل هون هاي القطعتين الموجودات الطرف بنزل هدول لحد ما يضربوا بطرف هلا مرات لازم أخليهم يضربوا بالطرف من هون بحيث إنه حراريا شو صار عندي ثيرمال في عندي ثيرمال كونتاكت بين المادتين ما فيش الكتريكال كونتاكت بس ثيرمال ولذلك راح تشوف معظم الثيرموكابلز اذا بتشتري ثيرموكابل ستاندرد من هون راح تلاقي في منهم بيجي شكله زي هيك بس معظمهم بيجوا محطوطين في داخل شيف الشيف بيحميه لكن شو بيعمل الشيف في شغله مهمه بياثر عليها الشيف طبعا بالحراره بس بصير يعمل ديسيبيشن للحراره هو نفسه ايش ثيرمال ريزيستنس تايم كونستنت تمام ثيرمال ريزيستنس بس هو تايم كونستنت راح يؤدي للهاي هذا راح يعمل لي الار الثيرمال ار وراح يزيد السي كمان راح يغير السي وراح يغير الار لانه هو نفسه هذا حتى لو كان ماده موصله وجيده للموصله للحراره راح ياخذ وقت الحراره حتى تنتقل من هون لهون وكمان بدها ترفع درجه حراره الشيث مزبوط ما هو السي اني ارفع درجه حراره الشيث كاني بدي السي مش هيك كيف الكاباستر كان عندي من هون امتى الفولتج عند النقطه هاي راح يوصل الفولتج تبع الانبوت هي في انبوت وهي في اوتبوت مش هيك انا عمالي بحاول اقيس الفولتج هون من الفولتج اللي داخل هون دخلت انا فولتج هون امتى هذا الفولتج راح يوصل هذا الفولتج بعد 5 فولت مش هيك مش لازم هذا الكاباستر ينشحن حتى يوصل الفولتج هون شو الكاباستر بيقابله هون السبيسيفيك هيت كاباسيتي تبعت الشيث وهذا الشيث بده حراره حتى ترفع درجه حرارته بده كميات من الجولز مزبوط حتى ترفع درجه حرارته اذا هذا راح يؤدي لتغير التايم كونستنت عاده التايم كونستنت هلا ما بعرف الفاليو اللي انت اعطيتني اياه صغير كبير كان ما بعرفش بس انا من اللي شفتهم من الداتا شيتس من 1.5 ل 7 سكند هو في المختبر بيكون 6 سكند بكون انا استنى 30 ثانيه عبين ما يكون 5 اذا التايم كونستنت 6 مش 30 من هذا اللي سالتكم اياه المره الماضيه قلت لكم التايم كونستنت 6 5 تايم كونستنت 30 انت بتقول انه اعلى 18 كان التايم خلص ماشي نقطة خلاف مش مشكلة اللي موجود انا شفتهم بالديتا شيتس من حوالي 1.5 ل 7 بس يمكن بيختلف على حجمه وشكله يعني يمكن يكون اكبر يمكن يكون نقطة الوصل مش هذا ممكن ف عم بتتغير بس هذا رح يعطيني تايم كونستنت هذا تايم كونستنت مهم لانه بدي اقيس رح يغير على السيستم داينامكس مش هيك؟ والسيستم داينامكس بدنا اذا هلا اللي طلعوا هي الثيرموكابل حطيته بشيث عم بقيس انا العملية الصناعية درجة حرارتها الموجودة هون انا مضطر احط سلك ما بين اثنين ما فيش عندي سلك كروم الالميول اضطريت ايش احط سلك جبت سلك نحاس وشبك سلك نحاس من هون وحتى كمان اطراف الفولت ميتر لهم سلك ثاني نوع ثاني تمام هلا رح استخدم هلا من ناحيه الشبك هو رح يضل هذا كوبر رح يضل هذا حديد بس من ناحيه الفولتجز اللي بقيسها يمكن استعمل لو اوف انترميديت ميتلز اللو اوف انترميديت ميتلز بيقول اذا عندي هون ماده بي وحطيت بينها وماده ثانيه سلك ثاني سي وعندي هون اي لكن هاي الثيتا مساويه لثيتا هذول الثنتين متساويات اللو اوف انترميديت ميتلز بيقول بامكاني اشيل الماده اللي ان بتوين وكفولتج ما بين هذول ما راح ياثر ما راح يتاثر فاللو اوف انترميديت ميتلز بيقول انه هاي مساويه ل اي وبي وثيتا اوكي ماشي واضح الفولتج اللي بقيسه في النهايه ما بتاثر ما دام بس المهم الجنكشن هاي تكون نفس الجنكشن هاي درجه حرارتها صف الماده هاي بلغيها
إذا أول شيء بقدر أعمله إيش الآن؟ بقدر أتخلص من النحاس اللي هون والنحاس اللي هون، مزبوط؟ لأنه هاي نفس درجة، لاحظوا هدول هم الروم تمبرتشر. هلا التعقيد بصير عندي إذا كانت هاي مختلفة عن هاي، يعني أنا واصل السيليك واصل هون ودرجة حرارة مثلاً 15 ولما وصلت الفولت ميتر صارت 5 مثلاً أو 10، بطلوا هدول التنتين متساويات، أوكي؟ إذا بقدر ألغي الآن السي يو اللي موجودة هون وبقدر ألغي السي يو اللي موجودة هون، وهذه صارت عندي كأنه كلها حديد، وهاي صارت عندي هون كأنه كلها حديد، وهون هذا كله انتهى من هون وهذا انتهى من هون، أوكي؟ من ناحية حسابات. هلا كمان هذا انترميديت ميتر، مظبوط؟ مظبوط، هو داخل بالفولت ميتر وطالع من الفولت ميتر، بس هو انترميديت ميتر من ناحية الفولتجز اللي بحسبها. شايفين الأفي رايح هيك 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 راجع لهون، مظبوط؟ هل درجة الحرارة هاي هي نفس درجة الحرارة اللي موجودة هون؟ خليني بس أطفي هذا. هاي درجة الحرارة هون هي نفس درجة الحرارة اللي هون، مظبوط؟ هذول التنتين نفس درجة الحرارة، وفي انترميديت ميتال في بينهم. إذا بقدر ألغي الانترميديت ميتال وأمد، بقدر أمد الأليومين لهون أو الكرومين لهون، نفس الشيء. فراح ألغي هذه من هون من غرض الحسابات، بتمد معي هاي الأليومين هون وبتمد معي من هون. صف عندي كم جنكشن أنا فعليا عندي؟ هاي بطلت جنكشن هون. كم جنكشن عندي؟ تو جنكشن، الهوت جنكشن والريفرنس جنكشن. أوكي مظبوط؟ هلا هون لازم انتبه على الريفرنس جنكشن تكون صحيحه، اذا ما كانت زيرو صف الجدول كله غلط، لانه الجدول يا اما بخترع جدول جديد، انا بجيب جدول جديد مبني على اساس الريفرنس اللي هون، او بدي انزل هذا لزيرو. طبعا في الواقع العمليه اسهل، هلا راح نشوف كيف ممكن انا استنتجها اذا انا عارف قديش درجه الحراره هون. وطبعا هذه معناها انه انا اذا بدي استعمل الجدول المباشر لازم اخلي هذا الريفرنس جنكشن على زيرو، فبدي اجيب هون اذا بجيب ايس وبحطه هون وهذا كان ضمنت انه زيرو، كيف بدي اضمن انه زيرو ديجريز؟ احنا بنقول انه ات 1 اتموسفيريك بريشر، مظبوط؟ ات 1 اتموسفيريك بريشر، والسائل ايش لازم يكون؟ خالي من الشوائب تماما، ما فيش فيه، يعني ما فيش فيه ملح وشوائب وهيك، والاتموسفيريك بريشر لازم يكون واحد. في هاي الحاله اذا هذا مخلوط مظبوط وفي ثلج وفي مي، معناها ما داب كل الثلج، مظبوط؟ ولا تجمدت كل المي، عندها بقدر اقول انه زيرو، بس هدول لازم يحققوا الشروط كلهم، لازم يكون المي نقيه والضغط الجوي لازم يكون ضغط جوي واحد، وهدول مخلوطين مزبوط، ما بينفع يصير الثلج في جهه والمي في جهه. واحنا عملناها مره في هاي المختبر، اذا بتحبوا المره الجايه بنحكي بعد المحاضره حد يجيب نقيسها احنا بنفسنا. اذا هاي اذا صارت يعني هذه هي طريقه سهله اني اعرف انه لسه درجه الحراره عندي زيرو، اذا تغير ضغط الجوي راح يتغير، اذا ضفت ملح كميه هائله من الملح لهذا او ضفت له ملح راح تبدا تتغير درجه الحراره، مش هيك؟ ولذلك احنا بنحط ملح في الثلج، مش هيك؟ مش بنحطه ملح عشان يطول، يرفع درجه يرفع ولا ينزل درجه التجمد، بغير درجه الذوبان او التجمد من هون تتغير معنا الهاي. اوكي ماشي، واضح الهاي؟ احنا في العلم ما بنعمل هيك. اذا انت بتروح على اي فولت ميتر بتشوفه شو بتلاقي حط ايش عمل؟ جاب الثيرموكابل وحطه. طب اذا ما عمل هو ريفرنس جنكشن هيك، مزبوط؟ في طريقه ثانيه راح نحكي عنها كيف نعمل كومبنسيشن. اوكي اذا هذا اللو اوف انترميديت ميثودز حللنا هاي المشكله اللي موجوده. وقف هنا.